وفيما يتصل بالتوجهات الاقتصادية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية العامة للدولة لهذه المرحلة الجديدة، فإننا جميعاً نعلم مخاطر استمرار الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل وتأثير السلبي على الطرح المطلوب لتعزيز مكانة الكويت الغالية كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة والعالم. لذلك فإن الضرورة تقتضي العمل من أجل تنويع مصادر الدخل ومحاولة الاستثمار الأفضل للفوائض المالية الحقيقية والعمل على تخفيض عجز الموازنة ودعم وتطوير دور القطاع الخاص وتعزيز إمكاناته للمساهمة بفاعلية أكبر في مختلف مجالات البناء والاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في المجالات التنموية، كما أن العناية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعاونتها على المساهمة في تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد هي من أولويات العمل الحكومي.